الأهلية. أمرك يا سبع الرجال. سبحان غير الأحوال. قصر في الكلام. عايزين كمان كم واحدة زي دي. وعزة الله ما فيه ولا واحدة. إلا إذا كنت حضرتك بقى تسمح لي أنزل الدور التحتاني أجيب لك فيه. تحتاني؟ عشان تنزل وما تعودش تاني؟ فوت فوت. خلاص يا ولد العم، حصلت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة هتبقى ولا نار جهنم. اسمع يا بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد افندي، انت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة. ده يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقولك ايه، حرص قوي، خلي بالك على الآخر، اوعى الرصاصة تطلع غلط في أي أنبوبة. ها الأنابيب دي هتكون آخر حاجة مش أول حاجة. ولا خطوة زيادة. انت مين؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب تلاتة بالله العظيم. حبيب انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجة تنكد على الباشا زيادة اللواء انا فيها جوه منه، هي موتها واللط. انت عايز تشتغل مع انهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر؟ ما المتجمع مليان لواءات زي الفل، ما التجدش الا ديه وتوجع معاه. ده انت معاك حق تعمل اي حاجة. سلموا سلاح علي ضمنه. تعال خد لك موقع احمي المؤخرة. وفين المؤخرة دي سيادة؟ المؤخرة اكيد ورا. يلا هربانة من الـ13. بعيد عنك بوليس الأداب قبضوا علي الظلم. قال إيه؟ أنا عضوة في شبكة. ده أنا أموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ إيه؟ متطوعات. ده حلوت قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فعلا. برضو انت يا مؤخر في اوروبا والدول المتقدمه. في بجد في معلومات اي حاجه. طب سمعونا صلاه النبي. ماما، نلتقي عندما يلتقي كل الناس في الاخره ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك سمير بسيوني. عشاني؟ مين فاتن عليا؟ مين اللي فاتن عليا؟ مفيش اي قوة في الارض تقدر تمنعني من الانتحار. مفيش اي قوة تمنعني من ان انا انتحر. انتحر يعني انتحر. انتحر يعني انتحر. مفيش اي قوة على الارض تقدر تمنعني من الانتحار. انتحر. ده مين واحد من الارهابيين يا معالي باشا؟ انا ده واحد عايز ينتحر مش من الارهابيين، عايز ينتحر عشان مراته مركده عليه عيشته. ننقذه يا فندم. ننقذ نفسنا احنا يا سياده اللواء. ما ينتحر ولا يروح في 60 داهيه. ما تشوفوني طريقه اتصل بيها بالجماعه دول اعرف ميتهم ايه. يا سياده الوزير انا عندي خطه للهجوم. مفيش هجوم من غير ضحايا يا سياده اللواء. انا من رايي نبدا بالحوار احسن. مين هنا؟ لا يا دفعه، اصل بدور على النضاره بتاعتي، اصلها وقعت مني في وسط الزحمه ومش لاقيها، عندي صداع. لقيت سليمة ولا كسرت؟ سليمة. كتر خيرك يا دفعة. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده ساعات؟ اي حاجة تحصل كويسة، حلوة وحشة مش مهم، المصيبة ان مفيش حاجة بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ انت اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا لا خايف ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل أكتر من اللي حصل لي؟ اسمع يا هلال، افرض اللي احنا لقينا نفسنا فجأة في وسط بحر عبيط، هنعمل ايه؟ هندبش. اديك انت قلتها، هندبش. احنا هندبش. يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا، يا اما نغرق.